مين اللي قال ان الروس متجهمين وقاسيين وما بيحبوش الحاجة الحلوة؟ ده ما بيحبوش حاجة اكتر من الحاجة الحلوة، الحلويات والشوكولاتات لا حصر لها، بالعبيط وبالهبل. ده انا ما وريتكوش لسه الباقي، ده انا مجرد بنسخن كده في الاول. شوية ماركات معروفة، شوية ماركات عالمية، ولكن خش بقى على التقيل. كل الحاجات دي بتتقدم هدايا طبعا في المناسبات. انا بوريها لك ليه؟ حاجات اللي هي الباكينج بتاعها حلو والتروفلز. نيجي بقى شوفوا بقى التنويعة دي بقى. شوفوا حلوة ازاي؟ انا قصدي العلبة دي، شوفوا ظريفة ازاي؟ هدية حلوة جميلة ب200 روبل فقط. تلاقيها بكام دي عندنا؟ بصوا هنا كمان الحاجات اللطيفة دي، هنوريها لكم اهي عن قرب. شوفوا جميلة ازاي يا اختيك اميلة. هي خفيفة على فكرة، مش تقيلة، ولكن تنفع هدية حلوة لناس حلوة جاهزة للتقديم. شكل تاني اهو ذهبي، ايه رأيك؟ واسعار مش سياحية، كله عادي جدا. ماركة مرسي ده مالية الدنيا، اسعار دي لطيفة جدا وخفيفة. بس يا ترى خفيفة على القلب، خفيفة على الصحة، خفيفة على الشرايين. رسية هدايا طبعا جميلة رائعة، تنفع للمناسبات دوما. ميوكا توفيفي روسكي سيزونا. بصوا شكلها والتقفيل، جميلة يعني، مش وحشة. الصورت دي برضو هدية اهو، فيرنيساج الصورت الصوبي. كل دي للمناسبات والتقديم والتعبير عن الحب والتقدير. ماسكفا، ايه اللوز ده؟ حاجة حلوة جدا. وكام؟ وكام جرام؟ 200 جرام ب218، جود ديل يا جماعة على فكرة، مش وحشة خالص. فيليسيمو كلاسيكو. دي تقيلة بقى، دي تقيلة. 163 وزنها 290 جرام. شوف دي بقى ايه الحلاوة دي. في حاجة وقعت، عايز اشوف اللي وقع ده. هي دي تقيلة جميلة دي، وب 95 روبل. كل دي كمبيوتر كده جميلة، من الحاجات الجميلة اللي في روسيا. انا لسه ما وريتكوش من الحياة دي، هاتم بها طبعا. دي الشوكولاتات المعروفة العالمية. شوف الجميلة دي، ميلكا ميلكا. شوف بقى في حد اهو معفن، كان واحدة جربها ورماها جري. هيدفع طبعا. جورتي شوكولاد 72%. مهم طبعا الناس اللي بتهتم بغذائها تشوف نسبة الكاكاو قد ايه. 72%، في ناس تحب النسبة العالية.
شكلها ظريفة. الحاجات دي ب 307 روبل، غالية شوية. ايه دي؟ بلجيكية؟ انواع كتيرة موجودة هنا. فتحت نفسك ولا لسه؟ 57% شكل دي دارك. غيره دارك شوكليت. دارك شوكليت مشهورة جدا في روسيا، ما يعني تلاقي نص الرف على الأقل دارك شوكليت. الجميلة دي عارفين بكام؟ البار الجميل التقيل ده اللي حوالي 300 جرام ولا حاجة، فعلا 300 جرام بس ب 719 روبل، أكتر من 10 دولار أو بالظبط 10 دولار حاجة زي كده. هاي دي فواياج. شايفين دي؟ شيك قوي على فكرة. ده معدن بكام؟ 170 روبل، ودي 99 روبل. يعني حاجات مش غالية قوي ولكن قيمة. الشوكولاتة دي جنسيتها ايه؟ بوخيرون. انت جنسيتك ايه؟ مش مكتوب ولا مكتوب وانا مش شايف؟ مدن حاجة مش عارف. مهم بقى، انا بشوف بعدين. ممكن اجيبها دي على فكرة. التقفيلة دي تشوف ارخص واحدة كده ونجيبها ستاندرد. ماشي، كانت هي دي شوكولاتة النهاردة. بنختم بالدبدوب ده. سبحانك اللهم اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اشوفكم على خير في عبد الله. السلام عليكم.